ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ودلوقتي هنتكلم عن السوق العقاري بعد ارتفاع أسعار الدولار وطرح البنوك لشهادات 25%. مواضيع كتير محتاجين نتكلم فيها النهاردة مع ضيفي المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير. خلينا يعني نبدأ كده في البداية. احنا معانا تقرير نزلنا صورناه في الشارع بنسأل الناس عن العقار في 2023، نشوفه مع بعض ونرجع نبدأ فقرتنا. تحت أمرك. لو معايا مليون جنيه والله هحتار بيهم، يعني تفهم بيهم كذا قرار في كذا حاجة، ان انا اشتري شقة فعلا. انا كان اشتري بيت على بعضي ماشي، انما شقة قصة شقة دي ما بحبهاش اصلا. لو معايا مليون جنيه اسكن في كومباوند، يعني سواء في الشيخ زايد حدائق اكتوبر، اسكن في مدينة نصر. الشقة دي ان شاء الله تكون في الشيخ زايد. كومباوند يكون فيه كل الحاجات متكامل، في مدارس، حمامات سباحة، نوادي الاطفال، مكان لعب الاطفال، لاندسكيب. رأيك إيه يا باشمهندس في كلام الشارع؟ النهاردة مع الأسعار اللي بيتكلموا عليها النهاردة، المليون جنيه النهاردة اللي بيتكلموا عليها مش هتقدر تجيب لهم شقة إلا في سكن مصر اللي هي الإسكان اللي بتجيب الحكومة، لأن أي إنتاج من سكن من القطاع الخاص الوحدة المتر مربع ما بيقلش عن النهاردة بالتكلفة بتاعت النهاردة عن 20,000 جنيه. يعني 100 متر مربع ثمنها 2 مليون جنيه. النهارده لو هيدفع مليون جنيه هيجيب شقه 50 متر، مفيش في السوق النهارده شقه 50 متر، اقل حاجه 80 90 متر لما بتحمليها بتبقى 100 متر. فانا اعتقد السعر المناسب لها يكون ثقافه ال 50 متر قريب. انا متاكد بعد اللي حصل في السوق النهارده وزياده التكلفه وانخفاض القدره الشرائيه، النهارده هنعمل زي اوروبا، الشقق الصغيره ال 50 متر وال 60 متر هتبقى دي هي الطلب الكبير في مصر النهارده. طب خلينا نبدأ بقى ونتكلم عن السوق العقاري المصري، وكمان بعد طرح شهادات البنوك لشهادات 25%، شايف ده هيأثر على القطاع العقاري؟ هشرح لك أنا القطاع بيشتغل الطلب بيكون فين. النهاردة في 1 مليون أسرة بتتكون كل سنة، المليون أسرة دهية بتتكون كل سنة لازم لهم 1 مليون شقة. الانتاج بتاع مصر يعني احنا سنويا محتاجين 1 مليون شقة. مظبوط، 1 مليون وحدة سكنية علشان الأسر الجديدة اللي بتتكون. بنتكلم متوسط الطلب الحقيقي، ناس بتسكن مع اهلها في مرتب نفسه في بيت العيله من الحاجات دي كلها، لو انفضل الطلب 500,000 وحده، الانتاج الحقيقي بنتكلم على 300,000 وحده. وبالتالي الطلب اللي موجود للاحتياج للسكن عمره ما هيتاثر بارتفاع شهادات 25% 30%، ده مش هيتأثر خالص، لأن السكن سلعة أساسية زي الأكل والشرب واللبس ما بيقدرش يسأل عنها. اللي ممكن يتأثر حقا هو الطلب على للعقار بغرض الاستثمار، وفي نسبة كبيرة دلوقتي بتشتري عقار يعني ملاذ آمن للمدخرات بتاعة الناس، وبالتالي هو بيشتري بقاله مدة، في طلب في السوق بتحرك بغرض الاستثمار نتيجة للتغيرات الاقتصادية اللي بتحصل في السوق. هو ده الطلب اللي ممكن يتأثر بالشهادات ال 25%. ولكن تقديري أنا عشان الشهادات مدتها سنة واحدة بس والعقار بيكون طويل، احنا بنتكلم على 3-4 سنين وبيدفع بالتقسيط، فأعتقد تأثير الشهادات ديت عمرها ما هزيد عن للنسبة اللي بتشتري بغرض الاستثمار مش هزيد عن 10-15%، الطلب ممكن يقل من هذه الفئة. يعني نقول ان الشهادات ال 25% مش هتأثر ولا بالضرر ولا بالإفادة على القطاع العقاري. ممكن تأثيرها هيكون طفيف جدا من الطلب الكلي، الإسكان 5-6%، ممكن تكون 10-15% من الطلب بغرض الاستثمار. طب الفرق بقى ما بين الاستثمار في العقارات والاستثمار في الذهب؟ يعني احنا اتكلمنا عن الشهادات برضو، ده قطاع الذهب يعني واخد أكيد جزء كبير الفترة دي. الذهب سعره متغير، ممكن يطلع وينزل. بورصة، العقار عمر ما بيطلع وينزل، وبالتالي العقار بيطلع بس او بيبدأ ممكن يكون يهدى شوية ما ينزلش،
يهدى شوية يثبت لمدة معينة ولكن بيطلع تاني. في الأربعين سنة يمرض اللي أنا ولا يموت. مظبوط. في الأربعين سنة اشتغلت في عمري ما شفت عقار نزل في مدة 40 سنة اشتغلت بيهم في التطوير العقاري. ممكن يثبت شوية، ممكن السوق يهدى، ولكن الارتفاع السعر من وقت لما بتشتري الوحدة اوف بلان لغاية لما المشروع بينتهي وبتستلم الوحدة جاهزة للسكن وبياخد مدة من 4 لـ5 سنين، العائد على الاستثمار بيكون 100%. العميل بيبقى كسبان بالتأكيد 100%. في أوقات بيكون السوق نشط جدا، ممكن يكون 250%-300%، ولكن الحد الأدنى في الـ4 سنين بيكون في عائد أسمر 100%. شايف ارتفاع يعني سعر الدولار بيأثر على القطاع العقاري الفترة دي؟ بالتأكيد بيأثر على، خاصة على الخامات المستوردة، الانتاج اللي هو المشروعات التجارية والإدارية بتتأثر بنسبة كبيرة جدا. الإسكان السكن اللي هو العقارات السكنية اللي هي بتتباع نص تشطيب، ما فيش خامات مستوردة كتيرة جدا، كلها محلية، بتتأثر بس بالتضخم، المرتبات، النقل، يعني تأثيرها بيكون طفيف جدا بالنسبة للدولار، ولكن الخامات المستوردة للإسكان الإداري والتجاري لا بتتأثر بنسبة كبيرة جدا. شفنا شركات يا باشمهندس وقفت البيع بسبب ارتفاع سعر الدولار، يعني رأيك ايه في ده؟ اللي بيشتغلوا في السوق النهاردة عملوا هولد على البيع، مش على فكرة مش في السكن بس، في كل المنتجات الى ان السوق يستقر والسعر أصار يستقر. اعتقد في خلال شهر بالكتير او شهرين بالكتير هتلاقي الصورة وضحت بالنسبة للحكومة، للبنك المركزي، للبنوك المصرية، للشركات الاقتصادية الموجودة في السوق، وفي النهاية هيبدأوا يتعاملوا تاني في السوق عادي جدا. بس خلال شهر ولا حاجة انا اعتقد متوقع على اول فبراير يبدأوا او نص فبراير. مش انت مع ولا ضد؟ ضد ايه؟ مع ولا ضد ان الشركات توقف البيع؟ لا. انا مع انها توقف البيع طبعا. انا مع رات لما يعرف تكلفته كام. النهارده كل الشركات عندها مشكله كبيره جدا انها بتبيع المنتج بتاعها اوف بلان، يعني بتبيعها بسعر النهارده وبتبنيها بسعر بكره، فبتتكلف اكتر لو الاسعار ارتفعت. مظبوط. يعني النهارده متخيله لو واحد النهارده عامل توقعات وعامل دراساته على ان نسبه ارتفاع الاسعار في خلال الاربع سنين بيدي كل سنه 10%، ودي دراسات الجدوى العاديه اللي هو بيبني عليها دراساته وبنى المشروع وبيبيع النهارده وبيبني بكره، فبيحط في دراسته التوقعات 10%. متوقع متخيله ايه انه يحصل في سنه واحده بس ارتفاع اسعار 25% و30%، ومش عارف السنه اللي بعديها هتبقى كام. ما احنا مش عارفين دلوقتي الحرب الاوكرانيه الروسيه هتنتهي تاخد وقت قد ايه، وبالتالي يعني في صوره ضبابيه شويه بالنسبه اللي بيسعر اي منتج النهارده، وبالتالي يعني شيء طبيعي ان هو لازم يهدي شويه، ينتظر الى السوق يستقر شويه وسعر العمله تستقر شويه هنا في مصر. صحيح. اتكلمنا في اول الحلقه عن مطالب المستثمرين اللي طرحت الاسبوع اللي فات تقريبا، حضرتك شايف المطالب دي ازاي هتاثر ازاي على السوق؟ حقيقة معظم المطورين متأثرين جامد جدا بالتكلفة اللي حدث في السوق، ومش المطورين بس، المشروعات الحكومية أيضا اللي يعني الحكومة برضو بتعمل زي القطاع الخاص، بتبيع النهاردة وبتنفذ خلال 3-4 سنين، فالتأثيرات موجودة النهاردة سواء على الحكومة أو على القطاع الخاص. النهاردة المطورين كان في مطالب كتير جدا، كل المنظمات اللي مهتمة بالتطوير العقاري بتجتمع بتحط مطالب، بس أنا شايف أن أهم مطالب في إيد الحكومة أن هي تنفذها فورا علشان تدعم القطاع العقاري والتأثر أو المشاكل اللي ممكن تحصل لبعض المطورين وتخرج من السوق، هي أنها تأجل الأقساط لمدة سنة أو سنتين وتقلل الفايدة عليهم إن أمكن ذلك. أنا عارف إن هو تقليل الفايدة بيبقى صعب شوية، إنها تمد مهل تنفيذ المشروعات، ودي ما تكلفش الدولة أي حاجة حقا، إن هي يعني تريح المطور في التدفقات النقدية. اللي ممكن يأثر على الشركة بالسلب هو الربحية، عمرها ما بتأثر على الربح والخسارة، مش بيأثر على الشركة، ولكن اللي بيأثر على الشركة ممكن تخرج بالسوق هي التدفقات النقدية. لو عنده مشكلة أو خلل في التدفقات دي ممكن ما يقدرش يوفي التزام، وبالتالي ممكن يخرجوا من السوق، ممكن يتأخر في التسليمات، طبيعي يتأخر في التسليمات، يتأخر على سداد التزاماته، الموردين، المقاولين، فدي ممكن تعمل له خلل جامد جدا. طب الشركات في المفروض تعمل ايه عشان تعالج ده يا باشمهندس؟ نمرة واحد، يتابع يعني المشروع، اي مشروع عقاري مدته 4 سنين، يعني بتتكلمي على 48 شهر. مهم جدا انه
يعني خطه الدراسه وخطه تنفيذ المشروع اللي بيعملها بتكون خلال في خلال اللي بيعملها خلال 4 سنين في بدايه المشروع لازم يتابعها شهريا في نهايه كل شهر، يقول انا خطتي الشهر ده في يناير مثلا في نهايه يعني يقول انا خطتي كنت كان المفروض المخطط كذا، الانجاز الفعلي كذا، كانت تكلفه المخطط 10 قروش، تكلفه الفعليه لنفس حجم الانجاز 15 قرش، طب حصل حدث انحراف بنسبه 10% 20% يعدل بسرعه. طيب الانحراف ده سببه ايه؟ لازم يعرف السبب الاسباب الحقيقيه عشان يعالج الخلل. صحيح. وبعدين يبدا يحط بقى الاجراءات التصحيحيه. كل ما ابتدى عرف سبب الانحراف وعمل بدري اجراءات تصحيحيه بدري افضل. صح. بكتير جدا ما يعرفه في نهايه المشروع. صحيح. هيبدا يصحح نفسه في خلال يعني السنوات اللي بعد كده. ويبقى اسهل بكتير جدا، عنده فرصه للتصحيح. لكن لو ابتدى متأخر جدا متأخر مش هيبقى مش هيلحق يصحح نفسه. صحيح. طب ازاي سعر ارتفاع سعر الفايده اثر على القطاع؟ اما انا بقول لك اول حاجه زادت التكلفه. سعر الفايده زود تكلفه المنتجات على كل المطورين، لان معظم شركات التطوير العقاري او شركات مصنعين مواد البناء او كل ما في حد بيستغنى عن الاقتراض من البنوك، قليل قوي اللي بيكون بيشتغل من موارده الذاتيه، وبالتالي تكلفته زادت وتكلفة زاد، فمواد البنى زادت، مواد البنى زود التكلفة على المطور في التنفيذ. طب نعالج ده ازاي يا باشمهندس؟ يعني احنا قدامنا كل يعني الازمات دي، يعني بلاش نقول عليها ازمات بس يعني التحديات دي نعالجها ازاي؟ بص ملهاش ابدا روشته سوى انك بتزود الاسعار بالنسبه للمطور. يعالج ده ازاي في شركته؟ هيضطر يزود الاسعار على الوحدات الغير مباعه، لان الوحدات المباعه عمر ما يقدر المطور يقدر يعني لو المطور عمل خلل في العلاقة التعاقدية مع العميل في المبيعات السابقة بيفقد مصداقيته، وبالتالي العملاء مش يعرف يبيع نفس البيع اللي كان بيبيعه قبل كده. صحيح. وبالتالي الحل الوحيد بتاعه هي الوحدات المتبقية الغير مباع، بيقدر يزود سعرها، يقدر يوزن نفسه، يقدر يحافظ على نسبة يعوض بها الخسائر اللي ممكن حدثت اللي هي بالذات تكلفة، يعني ممكن ان هو يخفض الخسارة المتوقعة نتيجة زيادة التكلفة. صحيح. طب احنا لو اتكلمنا عن مبادرة التمويل العقاري، يعني لو حصل واتلغت هتأثر ازاي على القطاع العقاري؟ بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري ما كانش بيستفيد منها احد سوى الوحدات التي تنشئها الحكومة، اللي هي الإسكان الاجتماعي اللي بيتباع النهاردة ب 200 و 300 ألف جنيه ودلوقتي بقى ب 400، سكن مصر، دار مصر، فدي كلها اللي هتأثر بالتمويل العقاري. وحدات القطاع الخاص لأن هي سعرها يعني أعلى أعلى من سعر المحدد، السقف سعر اللي موجود في المبادرات المبادرة اللي اتلغت، وبالتالي ما كانش القطاع الخاص أبدا بيستفيد منها، فكان اللي بيستفيد منها فقط هو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سكن مصر ودار مصر. بيستفيد بيها المشروعات السكن الاجتماعي اللي هي 3% أو كده، ودي كده كده مدعمة من الحكومة بأكتر 700 أو 800 ألف جنيه الحكومة بتدعمها. يعني النهاردة الوحدة بتتكلف بسعر السوق، النهاردة الوحدات المثيلة اللي بتديها 240 ألف جنيه أو 300 ألف جنيه بتتباع في السوق بمليون ومليون ومتين، فالنهاردة التكلفة كبيرة جدا، هو دعم للأرض، دعم للتكلفة، دعم للمرافق، دي كلها بيوصل مش أقل من 700 ألف جنيه لو قارنتها بأسعار السوق النهاردة. صحيح. طب خليني أنقل مع حضرتك، يعني يمكن الفترة الأخيرة شفنا لقاءات كتير ما بين مصر والسعودية والاستثمار ما بين الدولتين، وصلنا لحد فين في ده؟ أنا طبعا أنا مسؤول عن لجنة العقار في مجلس الأعمال المصري السعودي، وفي بنحاول بنعمل لقاءات، عملنا دلوقتي يمكن 3 ملتقى أعمال في خلال مرة، واحد قبل كورونا واثنين بعد كورونا، والمفروض الشهر القادم في شهر فبراير إن شاء الله الأسبوع الأخير هيكون في ملتقى الرابع هيكون يتعمل إن شاء الله هيتعمل في مصر. الهدف كله بنزود العلاقات الاستثمارية ما بين مستثمرين سعوديين ممكن نجذبهم الاستثمار في مصر، أو استثمارات مصرية موجودة في السعودية المقاولين في منطقة نيوم وزلاين، بحيث نوجد فرص لتصدير الخدمات المقاولات في المنطقة اللي هي
الناحيه الثانيه من البحر الاحمر. الهدف المجلس وهدف هذه اللقاءات ازاي نقدر ننشط العلاقات التجاريه والاستثماريه ما بين البلدين. السعوديه عندها حاله نشاط جامد جدا في التطوير العقاري وفي المقاولات، وفي فرصه كويسه جدا بالنسبه للشركات المصريه ان هي وخاصه شركات المقاولات او المكاتب الاستشاريه ان هي تقدر تصدر خدماتها في السعوديه. وعشان كده احنا بنعمل الملتقيات السعوديه المصريه في، يعني كان اعتقد كنا في شهر اكتوبر اللي فات كانوا في السعوديه، هنعمل على فتره متقاربه في فبراير، ممكن اللي بعديه يكون بعد الصيف مباشره في السعوديه برضه. يعني بنحاول ان احنا نزود الملتقيات 2 ملتقى كل سنه تقريبا علشان نقدر ندي فرص للعلاقات وندي فرص للقاءات الثنائيه ما بين رجال اعمال، نزود فرص يتعمل بيزنس ما بين رجال اعمال مصريين والسعوديين. المستثمرين السعوديين يعني رايهم ايه في الاستثمار في مصر في الفتره الحاليه؟ اكيد حضرتك بتشوف ده وبتتابع طبعا ردود الافعال. اكيد في الفتره اللي فاتت قبل التغير والذبذبه بتاعت سعر العمله وزياده سعر العمله من 15 ل 30 جنيه كان في اقبال جدا على الاستثمار، وفي يمكن كلنا عارفين العاصمه الاداريه دخل عدد كبير جدا من الشركات السعوديه. الفكره كلها لما في سنه واحده حدث 3-4 ارتفاعات وصل 30، هم طبعا ده كله لمصلحتهم هم، لان النهارده صحيح. كان بيغير الريال عايز اقول لحضرتك هو بالنسبه له كده يستثمر افضل في مصر، بس هو برضه طول ما هو بيتذبذب هيستنى هيأخر الفترة إلى أن السوق يستقر ويقدر يدخل السوق مرة تانية. إيه الحاجات اللي لازم أي مستثمر يعملها الفترة دي علشان يعدي يعني التحديات اللي متواجدة دلوقتي؟ أهم حاجة أن يعيد دراسة المشروع اللي كان عاملها في البداية، يشوف تأثير الزيادات اللي عليه، يقدر يشوف المنتجات المخزون المتبقي العقاري عشان يقدر يعدل اسعار بيعه، يقدر يشوف التنفيذ اللي هينفذه في خلال الثلاث سنين اللي جايه عشان يسلم المشروع، يبدا يعمل له فاليو انجينيرنج ويشوف خامات يعيد تصميم بعض المواصفات الخامات اللي هي ما تاثرش على التعاقد ما بينه وما بين العميل. دي كلها في اليات كتيره جدا يقدر يعملها المطور عشان يعدي الأزمة اللي حدثت له في ارتفاع تكلفة المنتج العقاري. طب إيه اللي يعمله العميل النهاردة علشان يعني يستثمر صح الفترة دي؟ أكيد العميل برضو بيكون عليه يعني مسؤولية كبيرة زيه زي المطور. أكيد المشتري الجديد أنا بنصحه أنه هو يشتري من شركة كبيرة سلمت مشروع واثنين وثلاثة واربعة، لها سابقة اعمال ملتزمة مع العملاء بتاعها، لأن الشركة الكبيرة مهما حقق لها خسائر في بسبب تقلبات السوق هتلتزم بتسليم العميل بتاعها، لأن خدت سمعة طيبة، بتبيع البراند بتاعها بيبيع كويس، البراند بتاعها بيزود لها سعر البيع، بيعمل بريميوم على سعر البيع 15 او 20%، وبالتالي عمرها ما هتستغنى عن المكاسب اللي هي كسبتها في السوق، وبالتالي هتستحمل اي خسائر عشان تلتزم مع العميل سواء في الوقت سواء في التكلفه. صحيح. الشركات اللي ممكن تتاثر جامد هي الشركات الصغيره اللي هي عندها مشروع واحد. هي دي اللي ممكن يعني المشروع يحصل له فيه خلل وما يكملش. صحيح. في بداية 2023 رؤيتك ايه للقطاع العقاري في السنة الجديدة؟ مع زي ما وضحت لك زي ما حضرتك اكيد عندك توقعات للسنة كاملة، يعني انا توقعاتي هيحصل نمو زي سنة 22، نمو حصل زي نمو ولا اكتر؟ النمو اللي حصل في 23 حصل حاجة و30 او حاجة و40%، كان غير متوقع. صحيح. في معظم الشركات عملت نمو في المبيعات غير متوقع. صحيح. بصرف النظر عن الربحية ده موضوع تاني. حصل نمو في المبيعات ولكن حصل انخفاض في الربحية. دي كلها بس الربحية ممكن تتظبط مع اسعار البيع، ولكن أنا توقعاتي إن يحصل نمو برضه في المبيعات، وأقول لك ليه؟ لأن في إحنا زي ما قلت لك إحنا مليون، في طلب على مليون أسرة، في اللي هو مليون حالة مليون أسرة سنوية. في طلب رسمي، في طلب حقيقي على العقار 500,000 وحدة سنويًا، في اللي بينتج 300,000 وحدة، يعني في عجز متراكم من سنين سابقة 200,000 وحدة كل سنة، بخلاف الطلب الجديد اللي بيدخل كل سنة السوق، وبالتالي إحنا عندنا عجز كبير جدا. ممكن يكون 90% من هذا الطلب
في الإسكان الاجتماعي، إسكان متوسط اللي هي بتعمل اللي بيقوم به الحكومة والدولة وهيئة المجتمعات العمرانية المحافظين الجمعيات، ولكن أيضا في فرصة كويسة جدا. بصراحة الحكومة عملت مجهود كبير قوي في ملف الإسكان السنة السنين اللي فاتت، كمان مش السنة اللي فاتت بالتأكيد بس. المشروع اللي عمل الرئيس كان بيتكلم على سكن لكل المصريين، صحيح. وفعلا في مشروعات إسكان كبيرة جدا بتوفي هذه الفئات كلها، سواء محدود الدخل أو المتوسط أو متوسط الدخل. الإسكان القطاع الخاص، الشركات كلها في السوق، في طلب في السوق 50,000 وحدة كل سنة، بس اللي بتقوم به ما بيحصلش الطلب دهوت، ما زال أقل من الطلب اللي بينزل في السوق كل سنة. محتاجينها طيب تعمل أكتر بقى كده السنين اللي جاية. يعني في فرصة لدخول استثمارات جديدة، يبقى في فرصة لدخول، عشان كده يمكن في النهاردة هيئة المجتمعات حقيقة حققت، أنا سعيد جدا باللي هي بتعمله، حققت وفرة كبيرة جدا في الأراضي في المدن الجديدة، في النهاردة أكتر من 30 مدينة جديدة الدولة النهاردة بتعملها فيها وفرة في الأراضي. آخر حاجة الاستثمار الأجنبي لما بيجي وبيدفع بالدولار ممكن يتعاقد مباشرة من غير طلبات، ما يروح يتعاقد على في أسبوع واحد يقدر يعني يستلم الأرض بتاعته مع هيئة المجتمعات العمرانية، مش بيدخل في كومبيتيشن مع آخرين. طالما هيدفع بالدولار فده نقطة جذب كويسة جدا للمستثمرين اللي من خارج مصر إن هم يشتغلوا في هذا المكان. إزاي نجذب المستثمرين؟ يعني حضرتك دايما بتقابل المستثمرين مستثمرين في الخارج، ازاي نجذبهم لمصر؟ حاجة واحدة بس، قليل البيروقراطية. يعني السوق عندنا في سوق 100 مليون نسمة، في طلب حقيقي، السوق بتاعنا قوي جدا جدا. المشكلة الحقيقية اللي موجودة في مصر النهاردة هي البيروقراطية اللي موجودة في استخراج التراخيص وإنهاء أي إجراءات، إنهاء تسجيل. كلنا بنعاني، حتى المستثمرين الوطنيين بيعانوا النهاردة من البيروقراطية اللي موجودة في أي إنهاء أي معاملات حكومية أو استخراج تراخيص، خاصة تراخيص البلاد. بس أعتقد إن إحنا بدأنا نحل المشكلة دي بالتأكيد. إمتى هتنتهي؟ إمتى؟ لما يكتمل منظومة الحكومة الرقمية. لما خطة الرقمنة دي تنتهي بالكامل أنا أعتقد هتريح كل حقيقي، صحيح. خدمات حكومية هتبقى جيدة جدا. احنا انهينا جزء منها، ولكن لسه الجزء اللي خاص بالرقم القومي للعقار، اللي خاص بالتسجيل، اللي خاص باستخراج التراخيص، دي كلها منظومة أعتقد، أنا كنت سألت وزير اتصالات وقال لي قدامها سنة ونص بالكتير عشان تنتهي إن شاء الله. إن شاء الله هنت. أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهاردة، نورتنا. أنا متشكر جدا على الضيافة، وبكون سعيد جدا وأنا بعمل لقاء معك. إحنا كمان بنكون سعداء بتواجد حضرتك. بشكرك. شكرا. مشاهدينا بكده حلقتنا خلصت، انتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من تعمير.